قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتيه إن إسرائيل تستهدف المدنيين، لافتا إلى أن الحصار الذي تقوم به الهدف منه القتل الجماعي والتشريد الجماعي. وحذر الشتيه خلال اجتماع لمجلس الوزراء من الأمر العسكري الإسرائيلي الرامي إلى تهجير السكان من قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة. إسرائيل تستهدف المدنيين، هذا الحصار الهدف منه القتل الجماعي والتشريد الجماعي. أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 11,000 جريح. هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا حيوانات بشرية كما يتبجح قادة الاحتلال. ولكن شعبنا لن يستسلم. يحذر مجلس الوزراء من الأمر العسكري الرامي لتهجير أهلنا في قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة، ونؤكد أن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وأنه قادر على مواجهتها وإفشالها، كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين على طول حقب النضال الماضية. المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم. مطلوب من الأمم المتحدة على الأقل حماية موظفيها، حيث قتل أكثر من 30 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.